كانت حبسات لي كور سمحوا لي راه ديت التليفون مع الطريق قلت لكم كانت حبسات لي كور ودابا تحت طلب العديد من الاخوات بمناسبه العيد فغدير دو سيونس ان شاء الله غديرهم لينا في هذا الويكاند صراحه ما كاينش عندها العدد بزاف فقط اختصرت غير على الناس اللي كانوا طالبينها بزاف عليه حيت قال جروب واخا زعما صراحه حبسنا قال جروب ديال الطبخ في الواتساب اللي كنا دايرين وكنا دائما كنطلبوها كانت نورمالمون غادي لنا واحد الحصه في قبل رمضان ولكن للاسف ما كتبش ودابا ان شاء الله غادي لنا هذه الحصه اليوم غير بمناسبه العيد غيكونوا فيها فقط حلويات خاصه ان شاء الله بالعيد الله يدخلوا علينا ان شاء الله بالصحه والسلامه المهم انا عاد غادي دابا ان شاء الله انا قربتني نوصل غادي نحاول نصور لكم شويه المهم نقدر نحط لكم فيديو فيه الوصفات اولا نقدر ندير معكم التطبيق ديال دوك الوصفات اللي غادي دير معنا المهم هانتوما خليكم معايا واللي درتها تشوفوها معايا ان شاء الله ما بقيت صورت لكم البنات والو المهم هنا غير لقطات من لاتولي بحكم كانت حصه صراحه مفيده استفدت منها انا شخصيا بزاف الحوايج حويجات اللي ما كنتش عارفاهم نحاول ان شاء الله في فيديوهات ان شاء الله قادمه نحاول مره نبارطاجي معكم شي حويجات اللي خدينا في الحصه المهم الحصه كانت مقسمه على يومين نهار كان غير ديال التحضيرات والغد اللي هو اللي كان ديال لا فينيسيون من بعد فاش جيت للدار ضربتها بالنعسه ما بقيت درت والو لان ديجا كنت بريباريت شي حاجه الصباح قبل ما نخرج كنت اليوم معوله انني درت لهم طبله خفيفه بالنسبه للشوربه هنايا كنت درت لهم فقط الشوربه ديال الشوفان القطيبات هنايا عندي ديال الكبده وديال اللحم ديجا درتهم شرملتهم في الصباح صافي خليتهم كيجربوا الشرموله هنايا هذه غير بات فويتي مقطعه ومعمره الوسط بالشوكولات من بعد ما طاب دهنات هكا بالناباج واللوز ايفيلي كتجي صراحه زوينه وسهله حطيت المرافقات بطبيعه الحال البيض شباكيه التمر وهنايا حنا البصله دائما كنقدموها مع خصوصا الزوج ديالي كيبغيها مع القطبان هذا البصله فاش كانت مشرمله الكبده واللحم صافي كان هذا هو الفطور ديالنا سورتو فهاد الاخر الانسان كيعيا وكيتقاضى الافكار كتحاول ما امكن دير كل ما هو خفيف وفي نفس الوقت مفيد للصحه بالنسبه لهاد لي كاب كيك صراحه ماشي انا اللي درتهم غير راجلي هو اللي كنخداهم هنايا تقسمت معكم هاد الاواني راهم شريتهم غير مؤخرا راه كنتو شفتوهم ديجا هما نيت اللي حطيت وراه شفتو التقديم ديالهم يعني ما عادي جدا دائما كنحاول انني نستخدم الطبله اللي هي عاديه وباواني اللي رخيصه بالنسبه لهاد السلطه البنات معتمده عندي كتجي غزاله بزاف فيها المايس فيها الطون اي حاجه عندكم ديروها سيروميك موزايك الخاص بصله طوماط سوريز هنايا كانت عندي الليمونيه والحمراء درتهم هذا الكور دو بالمي او قلب النخل قطعته كطريفات اي حاجه عندكم صافي كنضيف ليها ملح ابزار وشويه ديال الزبيده بلديه اولا خصوصا الزيت ديال الارغان كتجي بها زوينه وصوص فينيغريت انا كناخذ هذيك ديال ستار بموطارد لونسين كان هذا هو فطورنا ديال اليوم من بعد ما فطرنا وسالينا جيت هنايا غادي نبدا نحضر لواحد العراضه عندي هنايا غنوجد واحد الشرمول لانني غادي نديرو حوت معمر في الفران درت الربيع الثومه واحد الربيع حامضه مصيره مقطعه طريفات صغار اكيد حيدنا لها العظام ضفت كذلك التحميره القزبوريه بسم الطحون شويه ديال الملح وما غاديش نكثروا هنايا في الملح نهائيا شويه ديال الكمون شويه ديال الابزار كذلك شويه العطريه ديال البسطيله ديال الحوت العطريه البيضاء وغادي ندير كذلك شويه من العطريه ديال السمك هذه العطريه البيضاء ديجا كتكون فيها هي
ورقة سيدنا موسى مطحونة. صافي غادي نضيف كذلك شوية ديال الهريسة، كيبقى لكم الاختيار، سواء هذه اللي كناخدو عند صحاب الزيتون وانا هي اللي كنفضل، او لا تقدروا ديروا السودانية، المهم تيبقى لكم الاختيار. كيف قلت لكم غادي نضيفو كذلك عصير ديال الحامض، هنايا غادي نضيف صوص الصوجة. ودائما البنات سواء شريتو الصوجة اللي مخففة او لا ثقيلة، خدوا هذيك اللي مكتوبة فيها كاليتي سوبيريور، هي اللي كتكون زوينة وكيكون المذاق ديالها احسن. هنايا ضفت كذلك صوص نيوكمام، وهاد لي صوص البنات راه كيبقاو اختياريين، غتلقاهم في لي غيون، في مرجان في الغيون ديال الشينوا. غنضيف كذلك صلصة المحار، وريتكم هنايا جوج، ولكن كتبقى هاد الموف احسن ماركة استعملت لحد الساعة، وحتى هي البنات راه كتلقاو فيها كاليتي سوبيريور في المذاق، لا علاقة ليها مع الاخرى، هي زايدة شوية في الثمن ولكن صراحة كتبقى احسن. هنضيف هنايا زيت بلدية، وغادي نخلط الشرمولة ديالي مزيان تتنسجم العناصر، وغادي نجي ناخد الحوتة اللي غادي نعمر. للأسف ما لقيتش الحوت، كاين مشكل، كاين خصاص في الحوت في السوق هاد الايام، اضطريت ناخد كوربين او لا كوربينا، هادو اللي لقيت جوج صغار هما باش قضيت، اما كنت بغيت وحده كوربينا نيت تكون كبيره زوينه ولكن ما لقيتش. المهم كناخد الحوت كنحاول هكا نفلحو من الجهتين بلا ما نحل الفتحه مزيان. بالنسبه للحوت وصيت مول الحوت باش ينقي ليا ويحلو ليا ويحل الطاس السنسور مزيان، ولكن للاسف انا كنت قلت ليه باش يحلو ليا من جهه الظهر، ولكن حلو ليا من جهه الباطن ماشي مشكل، المهم غير يحلو مزيان على حسب التعمار، هذا هو الاساسي. انا كنحيد العينين ديال الحوت، واخا يكون الحوت باقي جديد طري، لان ما تيعجبوني الصراحه لا في الشكل، واصلا لا كان الحوت ماشي باقي جديد راه كيطلقوا واحد المروره، من الاحسن انكم تحيدوهم. هنايا خديت اللاطه اللي غادي نستعمل انا، هادي ندخلها للفران، ما كتلصقش بيريكس، دونك ما غاديش نحتاج ندير الورق الطبخ. بالنسبه الا كنتو غتستعملوا مثلا طاوله الفران او لا، يستحسن انكم ديروا ليها البابي او لا ورق الطبخ تفادي الالتصاق ديالها. غنجي للشرموله، غادي نبدا نابليكي على الحوته، غادي نبدا بالداخل هو الاول، تنتاكد انني لبست اللحم الداخل مزيان بالشرموله، عاد غادي نجي هذيك الشرموله نحاول ندخلها في دوك الفتيحات اللي درت في الحوت، باش هكا يجي داك اللحم ديال الحوت مبنن وشارب داك القوام او ديك الشرموله مزيان، وكله من الداخل ومن برا، يعني داكشي علاش كنحاول هكا ضروري هذوك الفتيحات تنديرهم، منها دغيا كطيب ديك الحوته وتيدخلها الطياب، منها كتشرب ليا الشرموله مزيان وكتجي بنينه. صافي غادي نستمر حتى ندهن كي قلت لكم الحوت مزيان اللي عندي، غادي نشدو وغادي نغلفو بالسلوفان، وهذيك الشرموله اللي بقات ليا غادي نشدها غادي نديرها حتى هي في شي بول، وغادي ندير لها حتى هي السلوفان وغادي نحتفظ بها في الثلاجه. ولكن قبل غادي نجي ناخذ شي وريقات ديال سيدنا موسى، غادي نغسلهم اكيد هو الاول، وغادي نحطهم في وسط الحوتات، وتقريبا كل حوته غادي ندير فيها جوج وريقات سيدنا موسى، هادو قبل ما نعمر ان شاء الله الحوته غادي نحيدهم. المهم كي قلت لكم غنغطي الكل، غنحتفظ به في الثلاجه باش الغد ان شاء الله في الحشوه هذيك الشرموله اللي بقات لي اللي غنستعمل. وهذه الطريقه راه كتشوفوني كنعتمدها انا تقريبا في جميع الوصفات ديالي، الا كانت عندي الشرموله او لا شي حاجه كنصايبها كونتيتي كثيره وتنخدم بها مره واحده، ما تنبقاش اشاك فوا نبدا نجبد في العطريه، دير هنا دير هنا دير هنا، كنديرها كثيره وكنخدم بها في ديك الوصفه كامله. صافي كي قلت لكم التحضيرات هادو مسبقه درتهم بليله قبل، هنايا تقدروا توجدوا الحشوه في بليله قبل، انا فضلت انني نخلي الحشوه ديال الحوت حتى الغدا باش نخليها تشرب الشرموله. رديت هنايا القشور ديال الكروفيت غريز، هو باش خدمت رديتهم كيتسلقوا، راه ديجا غيبان لكم اللون ديالهم تبدل، لان بغيتو هذا مرق باش نستعملوه في الشوربه. ندوز هنايا نوجد كريم باتيسير، درت انا الجاهزه، درت 3 المعالق ديال السكر سنيده، 3 المعالق ديال بودره كريم باتيسير الجاهزه، وسكر وحليب، خلطت الخليط مزيان وغطيته فوق النار على نار متوسطه، وخليت الخليط حتى بدا يغلى مزيان واحد 3 دقائق، عاد ديك والقوام ديالو عقد شويه، عاد حيدته وفرغت الخليط مباشره في واحد الاناء،
المهم اي اناء عندكم نتوما ليسونسييل هذه العمليه ديروها مباشره من بعد ما تطفيو النار، ما تخليوش نهائيا يبرد. كي قلت لكم غادي نزلو في البول وغادي نجي ناخد السلوفان او غادي نحاول هنايا نلبسو الاناء بحيث ان هذا السلوفان هذا غادي يقيس ليا مباشره الوجه ديال الكريمه اللي عندي، باش هذا هو اللي كيساعد انه ما كتكونش ليا ديك القشره. اما الا درتو بلا ما يقيس الوجه ديال الكريمه فغتكون ليا القشره وغادي تجي الكريمه محببه. غادي نغطيه مزيان وغادي نخليه جانبا، من بعد نحتفظ به في الثلاجه. وجدت كذلك كل الاشياء اللي غادي نحتاج لغد ليه باش تسهل عليا الخدمه، باش صباح نوض ندير الحشوه ولا اي حاجه غادي نستعملها ان شاء الله. عزلت الكروفيت غريز اللي غادي نزين به خليته بالقشور ديالو، الكروفيت الاخر نقيته وهو اللي قشورو استعملتهم في الصلصه اولا في مرق السمك اللي غنحتاج للشوربه، نقيت كذلك الكروفيت. بالنسبه للحوت الابيض ما لقيتوش في السوق الحمد لله، اللي كان عندي واحد شويه في الكونجيلاتور هو اللي خرجت باش نستعمل الغد ليه في الشوربه، راه خليته باش يدي كونجلا. هنايا المرق صافي وجدته خليتيه يبرد راه طفيت عليه. وجدت كذلك صلصه ديال البيتزا. كانوا هادو هما التحضيرات اللي وجدت اليوم، غدا ان شاء الله تتمة الفيديو.